Thank you very much. Thank you for having me. جزيلا شكرا جزيلا ان انا معاكم النهارده. طيب سؤالي الاول ليك، خلال الساعات الاخيره الماضيه نسب ليك تصريحات وكلام تهاجم فيه امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي ومسؤول شركه كره القدم في النادي الاهلي، هذا الكلام كان صحيح ام خاطئ؟ اول حاجه انا حابب اشرح ان انا ما عنديش مشكله خالص مع 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 اي حد، او انا او اللعيب بتاعي ما عنديش اي مشكله خالص مع امير توفيق. اللي حصل من اللي اتكتب ده حد تاني مش احنا خالص. يعني ده حساب مزيف. حاجة مزيفة مش احنا خالص اللي كتبنا ده، احنا ما عندناش أي مشكلة مع أمير. طيب لماذا لم تتم صفقة جمال الشماخ للنادي الأهلي؟ لماذا توقفت رغم أنها كانت قريبة جدا أن تتم؟ أنا حابب أن أنا أوضح لك أن أي نادي لازم في الآخر أن احنا لما نتفق على اتفاق يحصل بكامل، ولكن الاتفاق تم بشكل مبدئي ولكن ما تمش بشكل نهائي، وما كانش بشكل نهائي بطريقة مميزة زي النادي اللي احنا المفروض كنا نتعاقد معاه. لا عايز أفهم أكتر، هل النادي الأهلي هو اللي عطل هذه الصفقة؟ هل هو اللي توقف عن المفاوضات معكم بخصوص هذه الصفقة؟ أم حسنية أغادير هو اللي رفض هذا الأمر؟ للأسف هو ما كانش النادي نفسه. هو ما كانتش مشكلة بالنسبة لنا. المشكلة مش في النادي نفسه. في أي نادي في مصر احنا مشكله النوادي في مصر ان هي يعني بتسمع كتير، بتسمع للميديا كتير، فمجرد ما بيسمعوا للميديا كل الاتفاقات اللي بتحصل مع الوكيل بتاع اللاعب ساعات بتختلف زي ما حصل معانا المره دي. وطبعا اللي حصل المره دي زي ما انا بقول لحضرتك ان كان حساب مزيف اللي كتب الكلام ده كله، ولكن احنا ما عندناش اي مشكله، واحنا الامور كانت ماشيه كويس جدا لحد ما وصلنا لاخر حاجه خالص. وفي الاخر للاسف زي ما انا قلت في البدايه ان الانديه المصريه هي بتدي ودنها اكتر للميديا، فعشان كده هو ده المشكله اللي حصلت. هم ادوا ودنهم ليه؟ يعني لو بنتكلم عن النادي الاهلي تحديدا، النادي الاهلي ادى ودنه لايه؟ ايه المشكله؟ يعني عايزين نعرف ايه هي كانت المشكله؟ انا دلوقتي مش قادر امسك المشكله بالظبط. للاسف هم يعني لو هم كانوا سمعوا للميديا بطريقه صحيحه كانت هتبقى الطريقه يعني او الديل كان هيتنفذ. لكن هو المشكله ان الوقت كمان عدى، احنا كان في وقت ما بيننا زي ديدلاين ان احنا متفقين عليه ان الصفقه تتم، وللاسف ان الوقت ده عدى في التفكير وعدى في حته الميديا وعدى في حته ان حد كتب حاجات مزيفه على لساننا، واحنا حاليا بنحقق في الموضوع ده. احنا ما قلناش الكلام ده خالص، ولا احنا اتهمنا حد، ولا حد طلب مننا حاجه زياده غير الاتفاق. يعني انا من وجهه نظري ومن مكاني انا بحاول ان انا اوصف لك ان اي نادي لو هو داخل في صفقه مهمه بالنسبه له لازم ان هو يبقى داخل الصفقه دي مهتم. احنا ما شفناش اهتمام بنسبه 100% في الصفقه، ويمكن ده اللي بوظ الصفقه نفسها. جمال الشماخ كان مهتم ان هو ينتقل الى النادي الاهلي؟ طبعا هو كان نفسه يروح الاهلي، وهو كان الموضوع بالنسبه له يعني اي حد مش الشماخ بس، اي حد يبقى سعيد ان هو يلعب في نادي الاهلي. هو بيسمى بنادي الكبير، بنادي القرن في مصر، ولكن طبعا مش معنى ان ده ما حصلش
ده هيسوق حياة اللاعب، ولكن طبعا هو كان مبسوط وكان بالنسبة له الموضوع مهيأ جدا، وهو كان لدرجة ان هو كان شايف ان الصفقة دي هتنجح 100%، ولكن للأسف زي ما انا قلت لك ان الصفقة للأسف انتهت بفشل، بسبب تاني ان الأندية المصرية دايما بتسمع للإعلام اكتر من الوكيل بتاع اللاعب. جمال الشباخ، هل لدي عروض اخرى في مصر بخلاف عرض النادي الاهلي؟ مفيش اي عروض حاليا لغايه دلوقتي. الشماخ كان مركز اكتر في الصفقه الاهلاويه، وانا نفسي كنت مركز في الصفقه دي ان هي تخلص بطريقه كويسه، وحاليا لغايه الوضع اللي انا بكلمك فيه في الوقت الحالي مفيش اي اتفاقات مع اي نادي مصري. مصطفى المقدم، وكيل اعمال اللاعب جمال الشماخ، لاعب نادي حسنات اغادير المغربي، اللاعب اللي كان مرشح وقريب جدا من الانضمام للنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.